نبدأ مع الصورة الأولى. محب متعصب للترجي ولا كلمة متعصب تعترض عليها؟ ليه شو راهو نحن نطلعوا في البلاتوات نبداو روح رياضية وروح أنا ما متعصب في نطاق المعقول إيش معناتها؟ بار إكزومبل كي نلعبوا مع جمعية أخرى لازم شوية ابتهالات من الجمهور متاعنا والآخر يقول لك شوية ابتهالات هذيك الكورة أما من بعد نأمن بحاجة لازم العباد الكل تروح مع بعضها ترقى زوز أخوات يمشيوا مع بعضهم واحد يقعد في راج ترجي وواحد يقعد في راج الكلوب ويعملوا ما يعمل ومن بعد يروحوا مع بعضهم معناتها الكورة أنا راها تقرب العباد أما ساعة ونص عادي كل واحد يشجع جمعيته أنا ضد العنف قريب أكثر من اللاعبين ولا من المسؤولين في ترجي؟ والله لي لاعبين مسؤولين لي جروب لولترا زاباتيستا معناتها الترجي راهو كي تدخل البارك ما فماش مسؤول ولاعب وما فماش محب معناتها العباد الكل عائله شكون اقرب واحد من عائله الترجي الرياضي التونسي ليك؟ اقرب واحد سليم شيبو شنو هي طبيعه العلاقه اللي تجمعك به؟ حسيت روحي في عند قاضي تحقيق لاباس ليه هي علاقة كيفاش بدات هو ولا صحابه والوالد نتاعي ولا مش تناقض هنا شوية؟ ليه قراوا مع بعضهم في الصدقية ماهوش تناقض نعاود لك معناتها بابا تولد رقى روحه يقرا في الصدقية معناتها كيفاش تحبوا يتناقض يحكي مع أبوه هو سبع سنين يقول له ما تقارنيش في الصدقية ولا علاش جبت لي سليم شيبو ما فهمش فين طالع ريتك ما تفهمش ليه خاطر بابا معارض ريتك ما تفهمش إيني سالش بابا معارض ريتك ما تفهمش علاش ما نفهمش حل مخك هاني نحل تعرف بوك شنو كان معارض نعرف كلنا مكانة سليم شيبوب في الدولة انهم انك تكون انهم زوز عائلات يكونوا قراب من بعضهم نطرحوا سؤال اي سؤال هو كيفاش هما قراب مع بعضهم وبابا كي كان في المعارضة معناتها الى كريتيكي سليم شيبوب العباد الكل ما فيش معناتها صحيح العلاقة ولات باردة شوية بخاطر كي بابا دخل المعارضة ما نعرفوش نحن انا واحد من الناس ما في باليش اما فيش انا حاجه تحسب لسليم انا وقت 2006 فكولي الباسبور نتاعي نذكر هذا بلاسمون نتاع الجزائر باش نعاود باسبوري طلعت للرئيس المركز قلت له سيد الرئيس باسبور وكل طلبوني بعد نهارين قال لي باسبورك ما فماش وشب يديك الربي وقت سليم فتره هذيك الداخل حب يرجع لي باسبوري ومشى وقابلني وكل ولكن ما نجمش انا قعدت الرابل بال 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 بالمحاولة بالمحاولة هذيك خاطر في البريود هذيك هادي ما نحكي لكش في العيد حد ما يجينا أنا حد ما يحكي معاي كي كان بابا في المعارضة مثل صغير نعطيهولك أنا كان عندي صاحب يقرأ معاي وهو صحاب نروحوا مع بعضنا نلعبوا سبور مع بعضنا وكل اللي هو نحيا الفامي هذي فامي غرسالة معناتها فامي غرسالة مرة عائلة كلها بتتبحث بالمام داير نحييهم الكل خاطر انا كيفاش ولد طارق ما كيجي عندكم ويقرا ليتود عندكم وكذا زاد فما ما ننكروش خاطر بعد الثوره كلاو ياسر على ريوسهم فما امني وقف معايا طارق بوتر عن حي كان يبعث لي اصحابه يقول لي ما تمشيش للبلاصه هذيا اركع حريض وقمر بالخدمه نتاعو نخرج قدام الدار نلقى زوز كرهب نتاع حاكم يدي الراس قد هكا نهار الأول قلت بكشي فما أنا حدث بكشي فما نهار الثاني نهار الثالث مشيت لماماتي قلت لها شنو هي الكراهب هذوما اللي واقفين قدام الدار 24 ساعة على 24 ساعة قالت لي عزيزك عنده برشا فلوس يعسوا عليه أنا نهارتها شديت نهار كل عزيزي أنت بابا وأنت نشم عليك ريحة بابا وأنت راك خويا وبويا ونموت عليك كان الزمن غني له أنت بابا يا بابا كان جات تعبالتي راهي أون بوكل بعد بشوية بشوية مشيت نقرأ في الكوليه صاحبي جاء وراني قال يغزر أنا نغزر في بابا الله يرحمه ومانيش مصدق معناها خاطر راهو بن علي راهو 2006 شكون تحكي في بن علي يا ودي تحكي في مماتك وأمك وخالتك بن علي ما يتحكيش فيه هكا من البريود هذيك ما عادش نجم نطلع له ما قعدت راه فيه وحتى كي يطلبني كانوا يقصوا التليفون حتى هو تعرض لبرشا حاجات معناتها تعب في كندا خاطر قصوا عليه الخيوط الكل امي عزيزي العائله الكل كانت بيريود صعيبه والحمد لله معناتها 2011 جاء الفرج معناها انت بوك كنت تنجم تكلمه ولا ليه؟ ليه ما كنتش نجم نكلمه هو يكلمنا اما كي كلمنا التليفون في ساعه يتقسم معناتها كي حتى كان عنده نومرو كي نكلموا عليه ديما مقصوص ما من الدار ولا فهمتني ما
اليوم بعد اللي صار عندك حقد على نظام بن علي ولا ليه؟ أنا شو نقول، أنا مش نعطيك حادثة صارت لي معناتها كي بابا روح وكل صحيح يجيك الحقد، راهو فما 5 سنين ما خلاوكش تشوف بوك تربى فيك. قلت له بابا راهو فما عباد أغزر وفي الانترنت كانوا يسبوك والتجمع ونحبوا نعملوا لهم ونعملوا لهم، والله حكي معايا بطريقة معناتها تدوخ في أمرك، معناتها حتى العباد اللي هدتني وكل وانا نعرف منهم برشا، قلت نحب ناخذ حقي. قال لي البقره كي تيح تكثر سكاكنها ومش رجله واحد، توا الدنيا طايحه بيه ونحن باش ننزلوا عليه. قال لي كنا نتعاركوا معاهم طاحوا ما عادش نتلفتوا. 2013 الوالد توفى، خرجت برشا اشاعات بما فيها انه الوالد متوفاش موته طبيعيه وانا ما قتل. خرجت انت كذبت وبعض الاتهامات جاتك متهم بالجبن والخوف. اليوم بالوقت شو ما تحب توضح تجبد لي موضوع هكا متقلق، معناتها انت تصور انسان في الدنيا هذه ينجم يبيع دمبوه، معناتها تصور انت بو طارق اللي هو حي ينجم يبيع دم ولده، معناتها انسان عمره فوق 80 سنه، ام طارق تنجم تبيع دم ولدها ولا اخواته ولا ولاد عمه، معناتها هي صارت من بعد موته ولا لعبت متراكي واخذيت فلوس واخذيت. انا ما نجمش نجاوب على السخافات هذا، خاطر نقول سخافات خاطر انا كان حس دم بابا فيه شك حتى ولو 0.0002% ما نسلمش به. اما انا كنت نعرف مراحل بابا، بابا مرض في الكلينيك معناتها عمل اوبيراسيون خطيره برشا من ستريس وكل، الطبيب قالوا لازمك تبعد على السياسه. بابا الله يرحمه خرج من الكلينيك 3 أيام رجع يمارس في السياسه، معناتها راهو فيه معناتها بابا قاعد حاجه وتذوب، معناها ما راهو من غير مستحيل واحد دمبوه ينجم يبيعه. كان انت عندك مثل واحد باع دمبوه يجي يجيبه. باهي زياد، الوالد نتاعك كان انسان مناضل، كان انسان جدي، كان انسان شجاع سياسيا، كان يقول كلمته. اللي تعمل فيه انت ليس امتدادا لوالدك، كانك الابن الضال طارق المكي. والنار تخلف الرماد وكل لغة، والنار تخلف الرماد واللغة المضروبة. علاش سميها لغة مضروبة؟ أنت متهم صراحة، ما تنجمش تكون أنت ولد طارق المكي. علاش؟ النار تخلف الرماد. أنا أولاً بابا اللي دخلني عالم المسرح وأمي تحية لي وأمي دخلوني، وثاني حاجة ما نجمش نتبع السيركوي نتاع بابا، بابا إنسان سياسي، أنا مانيش مغروم بالسياسة. أنت مغروم بالتفاهة. برامجنا ترى فيها تافهه، نحن في اللي من بعده نجيبوا في قضايا اجتماعيه. راهو فماش مواضيع تافهه، فما طرح تافه. كيفاش طرح تافه في اللي من بعده يا ودي؟ نحن برنامج ترفيهي، نحبوا العباد نضحكوها، مانيش باش نجي نعمل له غمه، ما نقدوش نتفادليك، نعملوا ديسكيتش هذاك تسميه التفاهه، البرا كي يعمل ديزيميسيون هكا تسمى التفاهه. هل تتصور اليوم وقالوها لك والله نقراها؟ سيري لانونا معناتها اليوم يعمل في التفاهه، نحن لا نجموا نكونوا مرين بالقدر، لا شيء، نحن عندنا سيركوي نخدموا به، نحاولوا نزهيوا الناس، نحاولوا نضحكوا الناس، ما يتسميش تفاهه. ونقرا في بعض التعليقات، هل تتصور اليوم والد زياد المكي فخور باللي يعمل فيه ولده؟ والله فخور، ونصوره كان حي راهو يبدا يضحك. وراو ما وفقنيش في بعض الآراء وينقدني خاطر يا خشني أنا بكشي دخلت الحوار وليت هكا عندكم ماكينة تحولوا العباد. أنا هك يا أخي ما يعرفش ولده هو، معناتها علاش خاطر كي نعمل سكيتش ولا نشتح ولا حاجة كده. إيه تتهم بسطحية ظاهر معناتها ما عندكش العمر. أكيد سيادتك تحبني نهبل تونس اليوم مع أبو غلاب ولطفي العميري باش تقتلني عرق من بعد عرق، أنت كان أنت بتسبب لي في موت آخر أنت اليوم بكير منك أنت وندعيك الرب، إيش تحبني نعمل؟ سطحي برا السطح وزيدها لحام بالجم سافا هكا فرحان. فيديو موين؟ هاي تفضل. شنو هذا كمان؟ سيشوار. اي في بالي بيه سيشوار، اما منين جاك؟ انت المراه اللي راكبولها في الضوء تي شتو يا اخي انا هزيت. بالله يا مانا وليت تبربش في الزبله؟ انت ما هو الزبله خديته من يدها. لا حليك عشكوي تو ذوكم اذا كان تحرقوا فيرا. أي إيش قولك هاني صلحت؟ والله يصلح. أي هات لهني أي. إيش نعطيك؟ يا أخي أنت إيش تعمل بيه؟ غدوة باش نرجعوا المرأة يا بنت. توا وليت باش نرجعوا المرأة مانعة، مش قلت طيشتو؟ طيشتو على خاطر مهلوك، توا كي صلحت نقول لها تعطيني حق تصليح. باهي يا مانعة، أوكا شوف روحك، عمرك ما عطيتني حاجة. نتفكروا هذايا، نتفكروا بعضنا. لا تهنى تهنى أنا قلت ذكرت المسلسل ولا
من روبرت دينيرو ذكرته تقول عامل 70 مسلسل اي صيدليه نتاعي فتحي يديوي سنه كاسو والله يرحم نجيب عيال. قديش عمرك غادي؟ صغير وقتها بابا مازال كيتخلف في المعارضه. والله ما فهمتش كيفاش تعديت فيه المسلسل هذاك. داير كي سمعوا بي والطرق مكي ما خلصتش. سماح. بالحق ما والله لا خلصت. بون حتى دورك معناتها تنجم يكون كاسكروت اللي خذيته معناتها خلصت. والله ما باخذيت كاسكروت يا هادي. برود نتاع سماح. اما تجربه مهمه على الاخر من وقتها حسيت نمشي الكاستينج مش ظاهر ما نتقبلش كي تطلع يعني عباد تخاف على روحها ولد طارق مكي تو كان جيت فنان تقبلوني رياض بودينار في العاده السابق تقبلوني تكت ما تقبلونيش راكم تتبرعوا مني وتقولوا صوتي خايب وكل اي عبد يخاف ولد طارق مكي يا ودي انا قلت لك يسمعوا بيا ولد طارق مكي والله خلصت ونمشي اي كاستينج ما ندخلش للبيرو طول يصوروني من البعيد من الكياس هكا عملت كاستينج جاوك به